السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تانية ثانوي. معكم ميس محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميس محمد شعبان. لو أنت مرش في القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ولو أنت مرش في القناة خش على قوائم التشغيل هتلاقي قائمة اسمها تانية ثانوي الترم التاني، هتلاقيها والفيديوهات كلها ورا بعضها إن شاء الله. أي فيديو عايزه خش عليه وشوفه على طول. النهاردة يا شباب معدنا مع فيديو جديد من فيديوهات حل امتحانات المحافظات. هنبدأ إن شاء الله النهاردة من المحافظة الخامسة. الفيديو اللي فات حلينا فيه 4 امتحانات من امتحانات المحافظات، النهارده الدور على المحافظه الخامسه محافظه الغربيه. قبل ما نخش على المحافظه نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه عندنا الوثيقه يا شباب بتقول جابيت دون زين نوفيل ميزو، يعني انا اسكن في منزل جديد. لي جراند ابيان روجي، هو كبير ومرتب جدا. سيت ميزون سي كومبوز دي تروا شامبر، هذا المنزل يتكون من 3 غرف. ان جراند صالون، وصالون كبير. ان سال امانجي، وغرفة طعام. ان سال دي بان، غرفة حمام. ان كوزين، ومطبخ. ما شامبر اي انتر لا شامبر دي مي بارو، يعني غرفتي تكون بين غرفة والدي اي لا شامبر دي ما سير يارا، وغرفة اختي يارا. دو ما شامبر في حجرتي اليا ان لي، يوجد سرير. ان ارموار دولاب، ان شيز كرسي، اي ان بيرو مكتب، بورفير لدفوار عشان اعمل الواجب. النيابة دورلوج، لا يوجد ساعة حائط. شاك جور كل يوم، جو برون لو بتي دي جيني افيك ما فامي، انا اتناول الفطار مع عائلتي. مين اللي كاتب الكلام ده شباب؟ كريم. اول سؤال بيقول ايه؟ كريم برون لو بتي دي جيني، كريم بياخد الفطار بتاعه مع مين؟ لسه قايلينها دلوقتي، مع عائلته، يبقى افيك سي بارو. لا ميزو دي كريم نيبا، لا يكون ايه؟ هو فوق قال ان المنزل يكون كبير ومرتب، يبقى لا يكون صغير، بتيت. سيت فامي سي كومبوش دو بيرسون، هذه العائلة تتكون من كم شخص؟ كم شخص؟ عندنا واحد اسمه كريم، ومين تاني؟ الوالدين، ادي كده 3، واخته يارا كده 4، يبقى 4 اشخاص، 4 بيرسون. دول لا شامبر دي كريم، ان يابا في حجره كريم لا يوجد ايه؟ اورلوج، ساعه حائط. الوثيقه الثانيه يا شباب عنوانها بيقول الا بيبليوتيك، يعني في مكتبه القراءه. مسيو ياسر لو بروفيسور دو فرانسي دي، الاستاذ ياسر مدرس اللغه الفرنسيه يقول كي ام ايدي سا مير على ميزو، من يحب ان يساعد امه في المنزل. منا عندها 17 سنه بتقول موا جيم ايدي ما مير على كيزين، انا احب ان اساعد امي في المطبخ. جو مي لا تابل اي جو في لا فيسيل، انا ارتب الترابيزه واغسل الاواني. سلمى بتقول موا جو في مون لي، انا برتب السرير بتاعي. اي جو في دي كورس، وبتسوق. جو نيم با باسي لاسبيراتير، ما بحبش اكنس بالمكنسه الكهربائيه. زياد عنده 17 سنه بيقول جو رونج ما شامبر، انا برتب اوضتي. اي جيم باس اي جيم ري باسي مي فيتمو، وبحب اكوي الملابس بتاعتي. اللي فيتمو دي مون بوتي فرير يوسف، وملابس اخويا يوسف. رقم 5 يا شباب سي زادو سون، هؤلاء المراهقين نوت يكونون فين؟ دون لا بيبليتيك، في المكتبه. زياد اي نوت، زياد ومين عندهم 17 سنة؟ زياد ومنة. سلمى ايه تسامير نوت، سلمى تساعد امها فين؟ بتعمل ايه سلمى؟ قالت في الوثيقة ان هي بترتب السرير وبتتسوق، يبقى نختار على طول ان هي فير لكورس، يعني تتسوق. رونجلير شامبر، مين اللي بيرتبوا الحجرة بتاعتهم يا شباب؟ عندنا زياد، وعندنا مين تاني؟ عندنا سلمى، زياد وسلمى، يبقى نختار زياد وسلمى. زياد وسلمى. بعد كده المواقف في سؤال رقم 9، بير تو دي موند، والدك بيسألك او يعني اين، اي لو ريفي، اين المنبه؟ كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ الي سور لو توب لا تو لا تابل دي شيفي، انه على الكومودينو. و الي سور لا فينتر، ولا الي سور لا فينتر، انه على الشباك. رقم 10 يا شباب، تورناميت دو موند، صديقك بيسألك لي ديكوراسيون دي تا شامبر، عن الديكور بتاع اوضتك.
ماذا أنت تقول؟ إليا ديريدو يعني يوجد ستاير، وإليا أنطبي دي بوستر، ويوجد سجادة وبوسترات. القواعد يا شباب، أول سؤال بيقول نقط تاش ميناجير، كلمة تاش ميناجير جمع مؤنث تاخد كل. جيرون جي نقط ليفر سير ليزا تجير، أنا أرتب كتبي على الأرفف. طبعا هنا كلمة كتب جمع تاخد الام او اس. كومبيان نقط ريبا، كم وجبة؟ طبعا الدو بتاعت كومبيان دو متغيرش باللي بعدها، يعني بدناها دي اي زي ما هي. لاشيز اي اجوش نقط لي، عندنا هنا حرف جر مركب اللي هو اجوش دو، والدو بتاعته هتتغير حسب اللي بعده، اللي بعده ده مذكر يبقى دي يو. سي روب سون، هذه الفساتين تكون، عايزين صفة جمع مؤنث، هنلاقي هنا مفيش أي حاجة جمع مؤنث إلا كلمة أورانج بتمشي في كل الأحوال، مؤنث مذكر مفرد جمع كل حاجة. بورا ريفيفيت لكي تصل بسرعة، وبعدين كوما وبعدين نقط، عايزك تاخد فعل أمر يبقى تقول له إيه؟ خذ سيارتك بروند، بروند آخرها إس لأن ده فعل مجموعة تالتة. لافيست دي سامي إي بلو نقط، يعني الجاكيت بتاع سامي يكون بلو نقط كله بنطلون. هناخد هنا صفة يا شباب عايدة على الفيست لأن هنا الصفة موضع المقارنة بتتبع المقارن الأول، مفرد مؤنث يبقى جولي. فو بوفي نواد ديكرير فوتر شومبر، حضرتك تستطيع أن تصف حجرتك، تصف لمين؟ تصف لمي ديكرير. هنا يا شباب تترجم صح توصل للإجابة على طول، تمام؟ مي ديكرير فوتر شومبر، حضرتك تستطيع أن أنت توصف لي حجرتك، ده سؤال. بعد كده يا شباب سؤال الايميل، اول سؤال بيقول كومو اي تا شومبر، كيف تكون حجرتك؟ كيسك ليا دون تا شومبر، ماذا يوجد في حجرتك؟ اي افيك كي تو بارتاج تا شومبر، ومع مين انت تتقاسم حجرتك؟ هقول يا شباب، هقول ما شومبر اي جروند، حجرتي تكون كبيره. هقول دون ما شومبر، في حجرتي اليا ان لي اي ان ارموار، يوجد سرير ودولاب. مع مين انت تتقاسم حجرتك؟ هقول جو بارتاج ما شومبر افيك مون فرير. بعد كده الموضوع بيقول سيلا فيد تون امي، انها حفلة صديقك. ديكري اوصف سوكو تو فا بورتي على فيت، ماذا انت سوف ترتدي في الحفلة؟ هتقول الملابس وهتقول الاكسسوارات اللي انت هتلبسها، وهسيب لكم في علامة الايفو على الشمال لينك لفيديو ملخص لأهم أسئلة المقال في الترم الأول. بعد كده شباب محافظة الشرقية، موا سي ماريو، انها ماريون. جابيت دون زان ابارتمون دو 90 متر كاري، انا اسكن في شقة 90 متر مربع. دون مون ابارتمون، في شقتي. اليا ان سيجور، يوجد غرفة اقامة. الاي اجوش دي لونتري، هي على شمال المدخل. سيتان بوتي سيجور او اليا ان تلفزيون، يعني انها اقامة صغيرة كده ويوجد فيها تلفزيون. ادر واد لونتري، على يمين المدخل. اليا لو سالون، يوجد الصالون. وبو دو كولوار اجوش، في نهاية الطرقة على الشمال. اليا ان شامبر، يوجد حجرة. سي لا شامبر دي زونفو، انها حجرة الاطفال. وبو دو كولوار ادروات، في نهاية الطرقة على اليمين. اليا ان اوتر شامبر، يوجد غرفة اخرى. سي لا شامبر دي مي بارو، يوجد انها غرفة والدي. و حيث اليا ان بلاكارد، يوجد دولاب. ان جراند لي، سرير كبير. انت بيروج، وسجاده حمراء. اليا سي ان كوزين، يوجد مطبخ. اون فاس دو لا كوزين، في مواجهه المطبخ، يوجد غرفه الحمام. ماريو ابي دانزانا برتمو دو نوات كاري، تسكن في شقه كم متر؟ 90 متر. 90 يعني كام؟ 90 متر، 90 متر. لو سالون سي تروف، الصالون يوجد فين؟ هنا على يمين المدخل. ادر واد دو لونتري، دالا شومبر دي بارو، إليا في غرفة الحجرة بتاعت الوالدين، يوجد يوجد سرير كبير وسجادة ملونة. أنت بي كولوري. ماريون ريجارد عن فيلم دون، ماريون بتشاهد الفيلم فين؟ في لو سيجور، اللي هي فيها التلفزيون. الوثيقة التانية يا شباب، لومتا صباحا جو مي ريفي، أنا بستيقظ الساعة 6. جومي دوش اي جو برون مون بوتي دي جيني، باخد الدش بتاعي وبتناول الفطار. جو سالومي بارون، انا بحيي والدي. اي جو في امون ليسي اون بيس، وبذهب الى المدرسه بتاعتي بالاتوبيس. اويتير الساعه 8، اوني اون كلاس، نحن نكون في الفصل. امي دي،
ظهرا الساعة 12، جيمونج على كانتين، أنا باكل في الكانتين. لولاندي يوم الاثنين، جوفي أو جيمناز دي لافيل، بور فير دو باسكت، أنا أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية في المدينة لكي أمارس كرة السلة. أبريلا جورنيز كولير بعد اليوم الدراسي. جوفي أبيي، أنا بذهب إلى بروح سيرا على الأقدام. سوني بالوا، هذا ليس بعيد. ديزويتير الساعة 18 يعني الساعة 6، جوفي مي ديفوار دام ما شومبر، بعمل واجبي في الغرفة بتاعتي. دوي ثم جو ريغارد لا تلفزيون او صالون، انا اشاهد التلفزيون في الصالة. فان فا اي انير الساعة 21، جو برونو ديني افيك مي بارو اما بوتيسير ماري، بتناول العشاء مع والدي ومع اختي ماري. فان دو زير في الساعة 22 يعني الساعة 10 مساء، جو مو لاف لي دون اي جو مو كوش، بغسل اسناني وبنام. روبرت اللي كاتب الكلام ده. روبرت في دو باسكت فين؟ او جيمناز في صالة الالعاب. روبرت جو او باسكت، بيلعب باسكت كم مرة يا شباب؟ توت لاسمين ولا امتى؟ نشوف. باسكت لولاندي يوم الاثنين، يوم الاثنين ابريل لاجر، يبقى يوم واحد. انسيل جور بارسمين. روبرت فا او ليسي ابيي، بيروح على رجليه. روبرت برونو ديني بياخد العشاء بتاعه الساعة 21، يبقى افا اين اير. المواقف يا شباب تبرر تون فرير دي موتيف دان فيتمو، انت بتتكلم مع اخوك عن موتيف الشكل بتاع ملبس. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول له ايه؟ جا جي ان شيميز بلونش ابوا نوار، انا عندي قميص ابيض بنوت سودا وستين شيميز اراير، انه قميص مخطط. تامير تدموند، والدتك بتسالك او بتطلب منك ان انت تعمل مهام منزليه. كيسكيل دي، ماذا هي تقول؟ طبعا هي هتقول لك في صيغه الامر، فهتقول لك ايه؟ ريباس لفيتمو، اكوي الملابس، وهتقول لك رونج تا شامبر يعني رتب حجرتك. في تو ديفوار يعني اعمل واجبك، ده مش من المهام المنزليه، واغسل اغسل ايدك مش من المهام المنزليه. و والفي لا فيزيل دي يعني هو بيغسل الاواني، طبعا ده مش بتامرك، ده هي بتقول لك كده ان في حد تاني هو اللي بيغسل الاواني. 11 لبلو الازرق، جونوات بريفير بكو، انا افضله كثيرا، يبقى لو عايز اخد ضمير عايد على الازرق مفرد مذكر. لافيست رسامي اترون نوت، لافيست ده مفرد مؤنث، يبقى ناخد صفه مفرد مؤنث سري. رقم 13 يا شباب، نورون تربا على على ميزون نوت ريتارد، يعني لا تعود الى المنزل اون ريتارد متاخر. لامير نوت سيزن فو بور سورتير، الام ايه اطفالها لكي للخروج يعني، الام بورت ولا مي ولا ابيل؟ هنا سابيل يعني تلبس، لا ترتدي اطفالها، ترتدي اطفالها تلبس، ابيل يعني تلبس اطفالها للخروج. الان الي ويتير الساعة 8، ريفي توا فيت، البس بسرعة او استيقظ بسرعة. مبل جامع مذكر تاخد كل. مي بارو نوت داري في على ميزو، مي بارون دي اسم جامع يبقى صرف مع الافيك اس يبقى اخر اونتين. لارموار اي نوت جروند كول ليزيتاجير، الدولاب يكون جروند اكبر من الارض، يبقى بلو اكثر كبرا من. بعد كده الايميل، الايميل ده كرر كتير جدا يا شباب، كيف تكون حجرتك؟ ما شومبر اي جروند، انت تقاسم حجرتك مع مين؟ هقول جو بارتاج ما شومبر افيك مون فرير. ويكوموتو ديكور تا شومبر، هقول جو ديكور ما شومبر افيك ان طبي روج بسجاده حمراء. تو دي كري ان ميل انا مي فرانسي بور بارلي دي تيجو، يعني انت بتكتب ايميل الى صديقك الفرنسي لكي تكلمه عن ميولك، يعني هتكتب ايميل عن ميولك انت. لوك من ناحية المظهر، والاكتيفيتي الانشطة يعني الحاجات اللي انت بتحب تلبسها سواء ملابس او اكسسوارات، والحاجات اللي انت بتحب تعملها في الانشطة. تمام. الامتحان السابع يا شباب، محافظة الفيوم. الوي يعني للايجار، انا برتموم بلي كاترفان ديس متر، يعني شقة مفروشة 90 متر. دو شامبر اتنين غرفة، ان جراند سيجور غرفة اقامة كبيرة.
ان كيزين، مطبخ، ان سال دي با، وحمام سيتوي يعني توجد او في الطابق الخامس افيك اسانسير باسانسير ا دومينيت دو مترو، دقيقتين من المترو. ادريس العنوان بلاس دي كاستنيل يعني ميدان اسمه كاستيل كاستيلين، والرقم بتاعه ومارسيليا. بلو دو انفورماسيون لكثير من المعلومات، كونتاكتي يعني اتصلوا بنوتر اجونس ومديك العنوان او تواصلوا مع المكتب اللي اسمه اي ار اي في مارسيليا. سي دوكومون اي، هذه الوثيقه تكون انونس اعلان. سي دوكومون انديك، تبين ايه؟ التليفون ولا الديكور ولا الادريس؟ الادريس بتاع الشقه. سيت ابارتمون، طبعا الادريس يعني عنوان. سيت ابارتمون في نوت كم متر، بتعمل كم متر؟ 90 متر. دون سيت ابارتمون اليا دو، في هذه الشقه يوجد اثنين ايه؟ اثنين شامبر. الوثيقه الثانيه يا شباب بتقول سالو بيير جومي ليف اسي زير دو ماتان، انا بستيقظ الساعه 6 صباحا. جومي دوش اي جومي بروس لي دو، انا باخد الدش وبغسل اسناني. اسي تير الساعه 7. جو مابيل، انا بلبس. جو في مون لي، برتب سريري. جو برون لو بوتي دي جيني، انا باخد الفطار بتاعي. اي جو كيت لا ميزون بور الي او ليسي، وبغادر المنزل لكي اذهب الى المدرسه. جو دي جينو سيلفا ميدي، انا بتغدى في المطعم المدرسي ظهرا. اديمي اميدي اديمي يعني 12 ونص. افيك ميكو با تيو اي اليكس، مع اصدقائي تيو واليكس. بوي، ثم نو في زو دي لا جيم، احنا بنلعب جيم. جو ريفيا ا لا ميزون، انا بعود الى المنزل. ا تروازير دي لا برميدي، الساعه 3 بعد الظهر. لو سوار جودين افيك مي بارو، مساء انا بتعشى مع والدي وبنام الساعه 20 يعني الساعه 8 بالليل. جون دون سو تيكست، جون بارلي دو، جون بيتكلم عن ايه؟ عن الروتين الكوتيديان، الروتين بتاعه اليومي. جون دين، جون بيتعشى فين؟ مع العيلة. جون دي جين، جون بيتغدى الساعة 3 ولا الساعة كام؟ بيتغدى الساعة 12 ونص، يبقى دوزير ترونت. جون نوت، جون يكون ايه؟ سبورتيف، رياضي، ولا ما بيحبش الرياضة، ولا بيعمل ايه بالظبط؟ نشوف. هو قال ان هو بيرتب سريره و بيروح مع اصدقائه للمطعم المدرسي، يبقى رياضي عشان بيلعب رياضه هو واصدقائه. ايه؟ سبورتيف. رقم 9 يا شباب، تو دوموندا تو نامي سو نافي سور تا نوفيل ميزو، انت بتسال صديقك، انت بتسالي صديقتك عن رايها حول منزلك الجديد، ماذا انت تقولي؟ هتقولي لها ايه؟ كومو تو تروف مع ميزو، كيف انت تجدي منزلي؟ وهتقول لها كاري تون اوبينيو سير مع ميزو، ما هو رايك حول منزلي؟ تو اكسبريم تا بوسيبيليتي دي ريبوندر على الاكزامان، انت تعبر عن امكانيتك للاجابه على الامتحان، ماذا انت تقول؟ هتقول جو بو ريبوندر على الاكزامان، انا استطيع ان اجيب على الامتحان. وهتقول ايه يا شباب؟ جو سي توت لي ريبونس، انا اعرف كل الاجابات. سؤال القواعد يا شباب، جادور سي ماجازين، انا اعشق هذه المحلات. جو في نوات اشتي، انا سوف المجلات ولا ايه؟ هنا المجلات، انا سوف اشتريها. عايز اخد هنا ضمير عايد على المجازين، مجازين جمع، يبقى ناخد ال او اس. سامي نوات بيا، سامي فا، سامي فا بيا، هناخد هنا فيرب فا متصرف مع الصا، الصا ده بيساوي ال ال، يبقى خد فا. جو نيم با نوات انوراك، جو نيم با نوات انوراك، هنا احد افعال الميول اللي هو اللي منفي، تمام، يبقى مش هيأثر على حاجه، وانوراك ده مفرد مذكر، يبقى ناخد ست. كل اكتيفيتي تو نوات فير دوما، اي نشاط انت نوات فير دوما، فير هنا فعل في المصدر، فعل في المصدر مفيش قبله دو، تمام، يبقى ده زمان المستقبل بيتكون من الله زائد المصدر، الله مع التو بيبقى فا. اي نشاط انت سوف تعمله غدا. الميدي باج نوات ارجو، ارجو يعني فضه، والمواد الخام بتاخد اون. جوفي نوات لي دو، جوفي نوات لي دو، انا سوف ايه؟ الاسنان، انا سوف اغسل الاسنان.
عندي فعل اسمه سيبرو سي، وسيبرو سي ده لما اجي احطه في المستقبل هنحط المو بتصرفها حسب الضمير الاول، وبعدها الفعل في المصدر عادي اللي هو بروسي، يبقى جوفي مي بروسي، انا سوف اغسل اسناني. رقم 17، لا تابل دي شيفي اون مي ان لامب، نحن نضع لمبه، يبقى على الكوميدينو يبقى سير. تو بريفير نوات تو بريفير كوا، انت بتفضل ايه؟ ماذا؟ كلمه كوا معناها ماذا، وكلمه كو معناها ماذا، لكن كو بتيجي في الاول وكوا بتيجي في النص او في الاخر. الايميل يا شباب بيقول او تو فا الي سوسوار، اين انت سوف تذهب هذا المساء؟ طبعا هنا جمله مستقبل، افيك كي مع مين، وكيسك تو فا بورتي، وماذا انت سوف ترتدي؟ هقول جو في الي او سينما، انا سوف اذهب الى السينما. جو في افيك مون امي علي، هذهب مع صديقي علي. واقول جو في بورتي ان جين اي 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 ان ان شيميز، هلبس بنطلون جينز و قميص. بيقول لك اوصف بيت شقتك الجديدة، ديكري تون نوفيل ابارتمو، اوصف شقتك الجديدة من ناحية الغرف والديكور بتاع الشقة. تمام، وبرضو زي ما انا قلت لكم اللينك بتاع فيديو ملخص لأهم سيرة المقالة هتلاقوه في وصف الفيديو. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حل 3 امتحانات من الامتحانات بتاع المحافظات. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم يا شباب، لو استفدتم لايك للفيديو وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.